في المرسى حيث زرقة البحر تعانق السماء، حيث البحر يعانق الجبل. يقيم التشكيل التونسي المتميز عربيا جال مهداوي، وفي بيته يرسم لوحته، يحرر حروفه من كل معنى أو دلالة، يطلقها في فضاء اللوحة بانسيابية شعرية نادرة. الحرف موجود ولكن بدون كلمة، بدون مطلوب. الحرف لديه بدء ومنتهى، تشكيل ينأى عن كل الكلام، وتجريد ينأى عن المعنى في وله يكاد يكون صوفيا. في روما اكتشف المهداوي حروفيته، بحث عن هوية تستمد نسجها من التراث دون أن يلقي به بحثه هذا في لشة الماضي وأسره، بل دفع إياه إلى اكتشاف جماليات نادرة تحرره وتحرر التراث نفسه من سجن الماضي معا. الدائرة الآسرة والأشكال الهندسية بعبقها الإسلامي تحضر بقوة في لوحاته وتشير إلى اختلافه. الحروف ها هنا تتجمع وتحيط وتحضن وسط ألوانه الأسيرة التي يستمدها من بيئته المحلية ومن خياله الخصب. الحروفية قادته إلى التجريب، إلى الرسم على خامات أخرى كالخشب والنسيج، بحثا عما يؤصل ويختلف في الوقت نفسه وإلى الآخر. أيضا توجه عارضا لوحاته في العديد من العواصم، يطوي لوحته ويذهب بها إلى فضاءات العرض الأخرى وإلى تجارب أخرى يرسم فيها مع الآخرين، كل بلغته وأسلوبه، مؤكدا بهذا أن الهوية حوار مع الآخر وانفتاحا يتوخى المشترك بين الحضارات. وهو الذي يعلق لوحته ويتأملها، فإنما يتأمل فيها الآخر الذي كانت له معه تجارب عديدة في الرسم المشترك. ما فعله أيضا في لوحاته التي زينت أغلفة العديد من الكتب لكبار الكتاب العرب، من بدر شاكر السياب إلى جبرة إبراهيم جبرة، في تجربة كرسته واحدا من كبار فناني الجرافيك في العالم العربي. بحثه هذا أفضى به إلى تجارب لافتة أخرى تعانقت فيها الكلمة مع التشكيل الحروفي المطبوع، بحثا عن فضاء أرحب انتقل بلوحاته إلى آفاق أخرى، إلى الجدارية التي تضيء المكان وتمنح خصوصية لا يوفرها نمط المعمار الحديث، غير أن الدور الوظيفي للوحة يظل ثانويا أمام حضورها الفني الآسر. لوحات المهداوي وسائر أعماله يغريك السطح بتناسقه والتدفق البصري للألوان والأشكال الذي يحتويه، لكن فضلا عن ذلك يطالعك في الأغلب تكوين بارز كثيرا ما عالجته يد الفنان بسيولة وحركة تلغي كل فراغ. هو الفضاء يرسمه المهداوي ويقدمه حالة انتشاء مطلق لتجربة الإنسان على ما يكتنفه من ذاتية بادية. يقيم في اللوحة في حروفها المتدفقة المتحررة من كل أسر، يرسم يجترح لغة خاصة وآفاقا تشكيلية لا تشير إلى سواه. ذاك هو الفنان التونسي المتميز جال مهداوي. وإذ يضع توقيعه على اللوحة، فإن من يترك شيئا من روحه فيها بعد أن حفر اسمه عميقا بالثقافة التشكيلية العربية، واحدا من كبار مبدعيها والمجددين في ساحتها الزاخرة بالتجارب السارة والأسماء الكبيرة. المطلوب
من الرسام أن يتقن عمل. تونس الخضراء والسلطان الأبيض والأزرق بين المعمار والبحر والسماء، كلها مفردات جعلت من الحرف ومن تجربة المهداوي نفحات عشق عربي لشجرة سلطانية زاهية الحروف والألوان وارفة الظلال والأغصان.